تدفع. فهو طبعا في المحافظة لها مستشارين قانونيين على الأطر القانونية التي تدي، هل هيبقى حق انتفاع ولا هيبقى مناقصة ولا هيبقى مزايدة ولا، لكن أكيد أكيد عايزين المستثمر يكسب، لأن أول ما المستثمر هيتعثر هيقفل والمدينة هتتوسخ تاني. فده أكيد هنشوف الفورمولا المظبوطة وهنسعى فعلا للقرارات دي. وبمناسبة التجميل اللي حضرتك قلت، إحنا إن شاء الله هنطلق مسابقة مع جمعية بي جي بي لأنضف أكتر شركة تبلغ على إنه المربع بتاعها بيفصل من المنبع وبتجمع سكني، ومع جهاز التنسيق الحضاري مسابقة لتجميل الميادين، لأن هم المسؤولين. بس إحنا معهم، إحنا عندنا حاجة بنأسسها إلكترونيك اسمها في هاب، فولنتير هاب. دخل علينا دلوقتي أركيتكتس وأربن بلانرز ومهندسين وناس جمال جدا مصريين عايزين يتطوعوا بديزاينز وحاجات حلوة. فالفي هاب ده هنستغله في المسابقة بتاعت بورسعيد.